إسرائيل يوم الأحد الماضي ارتكبت في قانا المجزرة رقم 70 في تاريخها ضد العرب منذ قيامها على أنقاض فلسطين عام 48. أليست أوروبا التي ترأسون اتحادها الآن شريكة في تلك الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بسبب دعمكم اللامحدود لها وصمتكم عن إدانتها؟ فنلندا كما هو الحال مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى نأمل في المساعدة في الحصول على سلام دائم في الشرق الأوسط. وفي الحقيقة عندما كانت فنلندا ترأست الاتحاد الأوروبي آخر مرة كان في عام 1999. نحن إذا قمنا بعمل كبير منذ ذلك الوقت وحتى الآن لخلق فرص مواتية من أجل سلام المفاوضات في الشرق الأوسط، لكننا أصبنا بخيبة أمل. الآن أعتقد أننا كلينا قد تلقينا هذه الأنباء، آخر الأنباء من إسرائيل ومن لبنان ومن غزة، وإذا رسالتنا واضحة تماما: أوقفوا العنف، أوقفوا الصواريخ والقصف وكل أشكال العنف، ونأمل من أننا سوف نحصل على وقف لإطلاق النار، وبعد ذلك ننطلق قدما في عملية سلام. ومن ثم يمكن أن تتأكدوا أن الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما بمساعدة عملية السلام. وإذا هذه عملية يشترك فيها الجميع والكل فيها مسؤول عملية السلام، وبهذه الطريقة كل من لبنان وإسرائيل والفلسطينيين كل البلدان هناك مرحبون العمل مع الاتحاد الأوروبي. يعني أنتم بهذه الطريقة تسوون بين الجاني والضحية، أنتم تسوون بين إسرائيل التي تقوم بقتل الأطفال والنساء الذين يأوون إلى الملاجئ، وتسوون بين المعتدى عليه من اللبنانيين والفلسطينيين. أليس عار على أوروبا أن هناك أكثر من 1.5 مليون فلسطيني محاصرين منذ 6 أشهر ولا تتدخلون من أجلهم؟ أليس عار على أوروبا أنه إلى اليوم للمرة الأولى في تاريخ مجلس الأمن ينشب صراع عسكري واعتداء ولا يتم استصدار أي قرار من مجلس الأمن إلى الآن من أجل إيقاف الاعتداء الإسرائيلي على لبنان؟ إذن أنا أعترض على ما سؤالك بهذه الطريقة. نحن لا نساوي بين الضحية والجلاد بنفس الطريقة، ولكن بشكل متساو نحن ندين كل أشكال العنف في الشرق الأوسط. ولهذا السبب قلت الصواريخ والقصف. الاتحاد الأوروبي كان مباشرا تماما في كلامه عندما قال أننا نطالب من جميع الأطراف أن توقف العنف، لأن المدنيين الأبرياء اللي يتم قتلهم هم على حد السواء إذا ما قتلوا أيا كان المسؤول عن قتلهم. وأعتقد أنكم أليس هناك معتدي ومعتدى عليه؟ أليست إسرائيل هي المعتدى وفق كل القوانين حتى التي صدرت من مجلس الأمن قبل ذلك؟ أليست منظمات حقوق الإنسان تدين إسرائيل فيما تقوم به؟ نحن كلنا ندين العنف في إسرائيل، ولكننا ندين أشكال العنف الأخرى التي ترتكب من آخرين في الشرق الأوسط. لا نستثني الإسرائيليين، إن رسالتنا واضحة لكلا الطرفين: أوقفوا العنف. وإنما يحدث من خلال النقاشات مع الشرق الأوسط مع الإسرائيليين ومع غيرهم، مندوبو الاتحاد الأوروبي قالوا بكل وضوح إن على الإسرائيليين أن يوقفوا العنف، ولكن في الوقت نفسه طالبنا بأن حزب الله من جانبه أيضا أن الطريقة التي يقومون بها لا يجعل الأوضاع أفضل. إذا أعتقد أننا نحن جميعا الاتحاد الأوروبي وكذلك البلدان الأخرى يجب أن ندعم بكل قوة الأمم المتحدة لنعمل من أجل تحقيق شيء، ونحن نعلم أن مجلس الأمن لم يبدأ بالعمل، لأن الأعضاء الدائمين بدأوا لنقل
التواصل بالإعداد والمشاورات والمناقشات. آمل أننا نكون مجمعين على وضع من خلاله مجلس الأمن يستطيع اتخاذ القرارات لنمضي قدما إلى الأمام وهذه هي السبيل إلى تحقيق السلام. بعد كل هذا القنابل تسقط هي متشابهة من كلا الطرفين، لهذا السبب نقول أوقفوا العنف. اسمحي لي سيادة الرئيسة، الكلام عن العنف، الكلام عن المعتدى عليه والمطالبة بإيقافه، إسرائيل اعتبرت مؤتمر روما أعطاها الضوء الأخضر لمزيد من القتل، أمريكا منحت إسرائيل مزيد من الوقت لمزيد من القتل في لبنان، أليس هناك قاتل وهناك مقتول؟ لماذا تسوون بين القاتل والمقتول؟ لماذا لا تطالبون بشكل واضح كأوروبيين الآن إسرائيل بوقف إطلاق النار باعتبارها هي المعتدية وهي المحتلة؟ كيف تطلبون من المحاصرين في غزة أن يوقفوا الاعتداء وهم محاصرون؟ إسرائيل تقتل فيهم بالليل والنهار، ألا ترون صور النساء والأطفال القتلى؟ الأمر الأول بالطبع هو أن آخر قرار اتخذ من قبل وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي كان قرارا واضحا، وأيضا من يكون ترجمته خاطئة إذا ما أولنا أنه كان بمثابة ضوء أخضر. الرسالة لم تكن كذلك، الرسالة قالت أوقفوا العنف. أعتقد أيضا أنه الأمم المتحدة هي من حد ذاتها، ومراقبي الأمم المتحدة في لبنان يمكن أن تتفهم أننا وبأسف بالغ تابعنا الأوضاع هناك، لكن ليس فقط الشعور بالأسف والأسى، ولكن أيضا كان لدينا موقف قوي بالعمل مع الشركاء الآخرين للعمل من أجل السلام. لكن أولا يجب إيقاف العنف، لأنكم تعلمون على سبيل المثال الأوضاع في غزة معروفة لدى الاتحاد الأوروبي تماما، لأننا كنا أقوى داعم للشعب الفلسطيني، المساعدات الإنسانية تحديدا في الظروف الإنسانية. لدينا الآن وعدنا بإعطاء المزيد من الدعم بشكل مباشر ومن خلال الأمم المتحدة. آمل أن تفهم أن الاتحاد الأوروبي كان أقوى داعم. نحن لا نصنع معجزات، لكننا داعمين أقوياء، ونحن نعمل ونعيش معكم وفي الأرض ونقدم. أنتم تدعمون إسرائيل فقط، كل المسؤولين. أنتم تدعمون إسرائيل فقط، كل المسؤولين الأوروبيين الذين زاروا المنطقة تحدثوا عن الإفراج على الجنود الإسرائيليين الأسرى سواء لدى حزب الله أو لدى حماس. لم يتحدث أحد، وأنت امرأة سيدة تحكمي وكنت أول سيدة تحكمي، عن 500 سيدة وطفل في سجون إسرائيل لم يطالب أي أوروبي بالإفراج عنهم حتى الآن، لم تطالبوا بالإفراج عن الأسرى الآخرين. هل كل ما يهمكم فقط هو الإسرائيليين أما يهمكم الآخرون؟ ألسنا بشر نحن العرب أيضا كما يقول الذين يطرحون هذا السؤال؟ للكل الحق بالطبع، الحق أن يدافع عن نفسه أو عن نفسها، وهذا بالطبع هو حق إسرائيل أيضا. هذا ما نقوله بشكل واضح، الشعب الإسرائيلي يجب أن لن يكون لهم الحق في أن يعيشوا بسلام من دون عنف أو صواريخ. ولكن في الوقت نفسه وبالطريقة ذاتها نقول إن إسرائيل لا تستطيع أن ترد بعنف أقوى، يجب عليها أن تفعل ما بوسعها لتعود إلى مائدة التفاوض. الناس في لبنان وفي غزة يعانون من العنف، إذن بهذه الطريقة سيكون من الأفضل أن نقول للشعوب الشرق الأوسط أننا من أجل السلام وأننا لا نشارك في أي عنف، بل على العكس من ذلك نحن نعاني من خلال أشخاصنا وناسنا الذين جاءوا ليساعدوكم في المنطقة من نفس العنف. لذلك يجب أن نقول أن عنف هو سيد وعنف آخر هو سيء، الأفضل أن نوقف العنف ونحصل على وقف إطلاق النار ثم نعود إلى عملية السلام. لكن نحن قد بدأنا هذه العملية في السابق وهي أفضل للجميع، ونحن نشعر بقوة تجاه أوضاع النساء والأطفال. هذا كلام، أنا أعلم أن هناك الكثير من النازحين من بين النساء والأطفال.
هذا كلام عام لا يمس جوهر ما سألتك عنه، ولكن تاريخيا الآن وفنلندا لا تحمل أي عداوات مع الدول العربية أو مع العالم الإسلامي، هل يمكن أن تسجلي موقفا تاريخيا لبلادك وإسرائيل تقوم باعتداءات الآن، وكما قالت منظمة Human Rights Watch يستخدمون أسلحة محرمة دوليا، ارتكبوا مجزرة واضحة في قانا وقتلوا أكثر من 36 طفلا وعشرات آخرين من النساء والأطفال، أما يمكن أن تديني إسرائيل على ما تقوم به وأن تطالبي مطالبة واضحة بوقف إطلاق النار من إسرائيل؟ We have said it very clearly. We have repeated our message many times. And if I remind you that it's sad to say that this process in the Middle East, it's a very difficult process. But then I will say to you that أنا أقول لك إن هذا العنف الذي يحدث طيلة الوقت هذا جزء من هذه العملية الفظيعة، وما نريده نحن هو أن نوقف العنف. في الأسبوع الماضي قتل 4 من المراقبين الدوليين، أحدهم فنلندي وأحدهم صيني. الصينيون اعتبروا ما قامت به إسرائيل جريمة لا تغتفر، فيما اكتفت فنلندا بالتعبير بعبارات دبلوماسية بأن هذا شيء يدعو إلى الصدمة. هل تخافون من إدانة إسرائيل في جريمة ارتكبتها ضد مواطن فنلندي؟ نحن لدينا أسلوب مختلف تماماً في الحديث، ولكن ما طالبت به فورا هو أن نحصل على إجابة واضحة عما حدث، وكنا على اتصال مع الأمم المتحدة لأنه لم يكن هناك هجوم وقع ضد مواطننا فقط في تلك المنطقة، بل كان أيضا ضد الأمم المتحدة وعملها، وعلينا أن نحترم الأمم المتحدة والصليب الدولي والمنظمات الدولية الأخرى التي تحاول أن تساعد الناس، وأن نحصل على المعلومات الصحيحة أن هؤلاء المراقبين 4 كانوا هناك ليكونوا بمثابة أعين وآذان للأمم المتحدة لمراقبة الأوضاع، وأيضا يتحققوا من ما يجري ويتأكدوا من الحقائق. لو أن شخصا ما يطلق النار على هؤلاء فإنه أمر غير مقبول ومرفوض تماما ضد هؤلاء وضد كرامتهم وحياتهم الإنسانية وضد الأمم المتحدة أيضا. بالطبع أنا سعيدة من أن الحكومة الإسرائيلية وعدت بإجراء تحقيق كامل أو تقرير كامل عما حدث، لكن أعتقد أن الأمم المتحدة نفسها عليها أن تدرس الحالة وتخرج بتقرير عما حدث، لأنها كانت مستهدفة كونها الأمم المتحدة. ماذا عن الأطفال والنساء الذين قتلوا في قانا؟ إذن إن قلبي مليء بالأوجاع والآلام لهم، لكن إن هؤلاء أبرياء تم استهدافهم مرات عدة. آمل أن النساء خاصة في كل مناطق العالم وفي تلك المنطقة إنهم هم الذين يحرسون حياة الإنسان، وكثيرا نقول عنهم أنهن ضحايا، لكن حقيقة هم يحاولون حماية أرواحهم وأرواح أطفالهن في ظل هذه الظروف المريعة. إذن تعازي الحارة لهم، وآمل أننا نستطيع أن نعمل معهم ومع غيرهم، وكما تعلمون أننا بحثنا من الآن وقبل مدة من الزمن مع الأمم المتحدة ومع المنظمات الأخرى كيف يمكن أن نستطيع
أن نجعل المزيد من النساء يتحدثن ويعملن من أجل السلام في سبتمبر عندما يكون هناك اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. سوف أفعل قصارى جهدي لأجعل من النساء الأخريات عندما أكون هناك أن أكون أمثل بلدي وأن أتحدث أيضا نيابة عن الاتحاد الأوروبي لنساعد بعضنا البعض لأنني أعتقد أننا بحاجة إلى مساعدة شقيقاتنا في كل مكان. أنا تجولت في هلسنكي وفي تركو وفي بعض المناطق الأخرى ورأيت كيف تبجلون قادتكم التاريخيين الذين قادوا بلادكم إلى الاستقلال. هل تقبلون كفنلنديين أن يوصف قادتكم الذين قاوموا الاحتلال مثل السوفييت أو السويديين مثل الجنرال فون مانر هايم الذي قاد حروب الفنلنديين ضد السوفييت في الحربين العالميتين الأولى والثانية والذي شكل أول حكومة بعد الحرب ثم أصبح رئيسا للبلاد في العام 46؟ هل تقبلون هو ومن معه من أبطال فنلندا أن يوصفوا بأنهم إرهابيون؟ إذا لا أحب المقارنة في هذا السؤال. لماذا لا تقارني؟ حصلت فنلندا على اسمحوا لي أن أجيب عن السؤال. بالطبع فنلندا نالت استقلالها بالإعلان الاستقلال. إذا لم يكن هناك حاجة إلى خوض حرب. لكن كانت هناك حرب أهلية بعد ذلك ثم كانت هناك حربين مع الاتحاد السوفيتي وفنلندا. وبالطبع نحن نحب الوطنيين وقادتنا الوطنيين ومن دافعوا عن بلادنا وعن شعبنا وما زال بعضهم يعيش بيننا كبروا في السن وأنا نفسي ولدت في زمن الحرب لكن كان ذلك حربا نحن لم نكسبها وأيضا كان لابد أن نبني هذا البلد وأيضا ربما قاتلنا في الجانب الخطأ والأسباب الخطأ في بعض أنحاء البلاد. أنا أعلم أنه في بلدان أخرى كانت هناك أسماء أو صفات أخرى تطلق لكن كانت قوات دفاعنا التي تتحدث عنها. أنا نعم أرى أنك تشعر الشعور نفسه تجاه أشخاص يحمون أو يدافعون عن بلادكم. أنتم تصفون من يدافعون عن لبنان وفلسطين بأنهم إرهابيون. هذا هو بالطبع هذه وفقا الاتفاقيات الدولية هذه التسميات. الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يسمي البعض إرهابي وغيرهم. نحن أنا محامية سابقا. أنتم تدفعون الآخرين لأن يطلقوا على مقاتليكم وتاريخكم أيضا بأنكم. أنتم بهذه التسميات تطلقون على الذين يدافعون عن أوطانهم أن يصفوكم ويصفوا تاريخكم بالإرهاب أيضا. أنا لم أسمي أحدا إرهابيا في هذه المقابلة. الاتحاد الأوروبي الذي تمثلينه European Union. نعم نحن ندين كل أشكال الإرهاب وأعتقد أن هناك فرقا بين الحرب وبين الهجمات الإرهابية في بلدان مختلفة وفي مدن مختلفة. أنا لا أعتقد أن أي أحد يرضى بهذا النوع من المساعدة للبلد أو القضية معينة. كان سؤالي لك حول الوساطة بين حماس وإسرائيل التي يمكن أن تقوم بها فنلندا ولكنك أخبرتني في الاستراحة تودين أن تضيفي شيئا حول وصف المقاومين بالإرهابيين.
نعم، كان هناك سؤال سابق تحدث عن الإرهاب. أعتقد أننا نفهم أيضا أن رئيس وزراء لبنان السنيورة والذي لديه صعوبات متضاعفة أو أكثر، أعتقد أنه هو الآخر يريد أيضا أريد لشعبه وكل أو لأبناء شعبه الذين هم محتجزون لدى البلدان الأخرى أن يعادوا إلى بلدهم. وأعتقد أن الوضع عندما حاولوا الحفاظ على السلام لكن الآخرون يحاربون في المنطقة، أعتقد أن هذا أمر يدلنا على كيف أن الأوضاع زادت خطورة. لكن بقدر تعلق الأمر بحماس، الاتحاد الأوروبي حاول في أن يتدخل من أجل العثور على الطرق يستطيع من خلالها إيصال مساعدات إنسانية واسعة النطاق لأصدقائنا في فلسطين، ولكنه في الوقت نفسه أعتقد أنه طلب أو مناشدة بأن حماس أيضا أن تدعم فكرة دولتين مستقلتين إسرائيل وفلسطين، وأن تحترم أيضا الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها السلطة الفلسطينية السابقة. أعتقد أن هذه عملية طبيعية، نحن لم نسمي أي منظمة إرهابية أو غير إرهابية، نحن كنا ضد فكرة Somebody says that أقول أننا نحن نعلم أن حماس موجودة على قائمة الإرهاب الأمريكية، لكننا ليست لدينا إرادة أو سبب لدعم الإرهاب، لكننا نأمل من حماس أن تأتي إلى مائدة التفاوض، تجلس إلى مائدة التفاوض، وأن تحترم أيضا رأي الشعب الفلسطيني. إذن دعونا نميز بين الأسماء والأفعال. لو أن حماس تعمل مع خطة السلام وفقا لخارطة طريق وغيرها، أعتقد أن بإمكانهم أيضا أن يقولوا الآخرين إنهم ليسوا إرهابيين.